راح نشوفوا صورة أخرى وياسين محفوظ راح يعلق سميرة لوغانيز. واش تقدر تقول لنا على سميرة؟ سميرة لوغانيز منضبطة، يعجبني الانضباط تاعها. وجه لها تحية بيان سيغ، حيجمعني معها عمل ثاني. نحبها وتعجبني كيفاش تاخذ وقتها باش تخرج عمل. بالك انا تابعت مؤخرا نبيله شباح اللي مولفه تخدم معك في الكليبات، قالت انه من بين الشخصيات اللي كنت متخوفه نخدم معها سميره. انت كيفاش كان التعامل مع سميره؟ سي فري، دوك نقول لك باغ اكزومبل سميره كان جوست مور سهيله. سهيله وسميره فاش يختلفوا في زوج دايرين فيها ثقه كي نخدم معاهم، لكن سهيله ماهي صعيبه في 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 في, في الكليب. صادق عندها ذوقها وعندها كذا، لكن كي نقول لها سهيله هكذا سهيله هكذا تقول داكو تاخذ، لكن سميره لازم تشوف بعينها باش تقول لك سي بون، اه نلبس هكذا في الكليب، اه ندير هكذا في الكليب. دونك كانت تحب لي ديتاي بيان قبل ما تاخذ اي خطوه. سميره واحد الوقت كان محصوره اسمها في موجه فنانات الراي، انت قدرت انك تخرج من هذيك الدائره وقدمتها بصوره راقيه؟ شوف، الاغنيه اللي خدمناها مع بعض هي كانت اغنيه نظيفه، وبطبيعه الحال كي نخدموا اغنيه نظيفه حيكون كليب نظيف. داكوغ، دونك هي مادام غنات الغنية هذيك اسمها، هي خيرت انها تمد صورة ارقى لروحها.